الكل ما يتعلق سميتو بكيفاش، اشنو هما الشروط المنع. دابا كاين ترخيص بانتداب، ولكن الترخيص بانتداب يتعطى للناجر بشروط، ماشي هذا الناجر الفرق الاولمبيه كامل. ها وياك سميتو، اذا هناك شروط. اشنو هي الشروط؟ هما جوج شرطين. الشرط الاول هو يكون واحد التوازن مالي في الفريق، بمعنى يجب محاربه العجز. ما نساوش الراجا في الموسم اللي فات راه خرجت بعجز القيمه ديالته 4 مليار داكو. اذا هاد العجز ما خصوش يكون 30 جوان، ما خصوش يكون. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، الشرط الثاني هو احترام الكوطا او احترام لو راسيو دو ريسك، لو راسيو دو يعني النسبه المئويه اللي هي 70% ديال الانتدابات ديال لا ماس سالاريال اللي عند الراجا. وتنظن بانه من هذا الجانب هذا ديال لا ماس سالاريال المكتب راه خدام على هذه المساله هذه، فهذه ما تنظنش غيكون فيها مشكل، غير واحد القضيه يجب التنبيه لها في انتظار نعطي نعطي الكلمه للاخوان اللي بغينا نناقشوا هذا الموضوع. فبالنسبه لا ماس سالاريال، بعد اول حاجه الراجا اذا كانت بغات تمشي في هذا الطريق فعلا وكاين هناك الجديه لاعاده التوازن لماليه الرجاء، فاول حاجه خاصها ديرها الرجاء هي انفصال بالتراضي ويشوفوا حل مع المدرب فيلموت، ماشي غير معاه هو والطاقم ديالو. علاش؟ لانه من المستحيل انك تقنعني بانك انت بغيت تقاد الماليه ديال الفرقه وبغيت تخفض الكتله ديال الاجور وفي نفس الوقت كتخلي المدرب كياخذ هو والطاقم ديالو اكثر من 60 مليون شهريا. داكور؟ دونك هذه اول حاجه، لانه حتى المستوى التقني السيد ما عطيش ولا يعطي اي اشاره للاطمئنان في المستقبل انه غادي يعطي مع الفرقه وغادي يصاوب لنا فرقه. اذا هذا السيد اول اجراء ربما خصو يكون يعني ياك كيخصو يكون هو اعاده النظر في هذا المدرب هذا ويشوفوا معاه حلول. راه صاحبه هذاك صاحب الرئيس راه كيعرفوا، راه عنده 1000 طريقه باش يمكن ليه يقنعوا يمشي بحاله، راه حتى واحد ما بغاه غير ويقنعوا بانه راه حنا نيت كتشوفوا الرساله ديال الجامعه راه شروط راه كذا اون اي تابلي ا راسيوناليزي اي ا ديمينيي لا ماس سالاريال. هذه من جهه. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي اعاده التوازن وقضاء العجز، القضاء على العجز ما يمكنش يكون الا عطاك مجهود مالي كبير. اول حاجه كما قلنا كنبداو بطبيعه الحال بالنقطه الثانيه اللي داخله في هذه النقطه ديال العجز وازاله العجز، هي النقطه ديال لا ماس سالاريال. لا ماس سالاريال اللاعبين اللي هما كيتقاموا علينا غاليين ما خص حتى واحد يبقى فيهم من دابا شهر 6. الناس اللي غتسالي العقود ديالهم مرحبا مزيان، اذا بغاو يمشيو هما ما بغاوش يمشيو دابا في هذا الميركاتو، دونك بقاو محسوبين علينا حتى نهايه الموسم. نهايه الموسم الله يهنيهم، حذاري ثم حذاري، تجديد مع اللاعبين اللي هما عندهم الصلاغيه القالعه. شتي داك اللاعب اللي كيبغي يسيني معاك ب 250 مليون راه غالي داكو، حيت 250 مليون خاصها تكون عندنا هي السقف، هي البلافون ديال من ديال واحد اللاعب اللي فرفاره هو اللي هازنا. تعقل شي مثلا نفضي مثلا اش عطي مثلا، شكون عطي مثلا، شو مع المشكل، المشكل شي مشكل ما بقاش كنلقاو كاع الامثله اللي عطاونا. نقول مثلا الوردي، وي الوردي، الوردي وي الوردي زعما من احسن اللاعبين بالنسبه ليا. اذا كناخذوا الوردي، اذا ناخذوا مثلا كابونغو عطانا من بعد وكان ديما تيماركي كمثال، اذا خدينا مثلا شكون نقول عاوتاني حركات من لي بيلي من اللعابه اللي ولا مهم في الرجاء دابا، فكنعطي مثلا بهاد اللاعبين نفضي هادو اللي هازين راه هما اللي خص يكون عندهم ان بلافون ديال 250 مليون. اما اللاعب اللي كيلعب ربع ساعه وكيغبر راه ما خصوش ياخذ 250 مليون. فحذاري ثم حذاري من تجديد لاي لاعب اللي هو ما كيعطيش لابور بزاف، وانه لو سالير ديالو يمكن يتعدى 200 مليون. يا باشا الناس راه كيفهموني انا كنهضر، تعرفوا انا كنهضر. فملي كتكون يعني التخفيض ديال لاماس سالاريال خص يكون على حقه وطريقه، ماشي ديك الطريقه ديال حكا دوز مع هذا، لا هذا مزيان، لا غينوضنا صحابه، لا غينوضنا الجماهير. المكتب المسير هو اللي عليه المسؤوليه ديال يعني اعاده الحياه والتوازن الى ماليه الرجاء.